أعزائي مشاهدي قناة الحقيقة الدولية، تعاني شريحة سائقي التاكسيات في مدينة السلط من مشكلة عدم توفر المواقف لهم، الأمر الذي يدفعهم للوقوف على الإشارة الضوئية على مدخل مدينة السلط وفي بعض الشوارع الرئيسية الهامة التي تؤدي إلى أحياء عديدة في مدينة السلط. للوقوف على هذه المشكلة حاولنا لقاء عدد من السائقين لاستعراض مطالبهم من أجل الحد من هذه الظاهرة والحد من الاكتظاظ المروري على مدخل مدينة السلط خصوصا بالقرب من الإشارة الضوئية. أنا سائق تاكسي، مشكلتنا ببساطة لا فيش مواقف، ما عندناش أي مواقف، ما فيش عندنا مسار نوقف عليها، ما فيش البلد ضيقة كثير ويعني صعب الوقوف هنا، والتحميل والتنزيل ده يكون نص الشارع بيساوي ارباك بيساوي ازمات بيساوي مشاكل كثيره. يعني احنا هون بالسلط في عندنا مشاكل هي بتعلق بال انه ما في مواقف للتكاسي خصوصا، فعشان هيك راح نتخالف كثير، احنا نتعرض للمخالفات كثير، فاحنا مطالب بكراج او موقف للتكاسي يكون قريب من الركاب كمان. امنوا لنا مواقف، امنوا لنا شغل، لنا ما في هاي اللي تتفرج شفت عينك، يعني كل بقفقات شان يترزق الله ما في، واسعار الضمان عندنا غالي، يعني اللي منضمن له سياره ب 20 ليره اي بده يضطر ينهب مشان يجيب طعمي اولاده، ما في شغل بطاله والله. طبعا عندنا مشكله احنا هون بخصوص مواقف التاكسي، في عندنا هون بقدر اصور طبعا الشاب بيشوف انه قديش الرصيف صار عريض مشان يمنع التكاسي توقف، وطبعا عندك هون كمان موقف تاكسي صار له من 18 سنه، والشق الثاني برضه كمان مواقف للتكاسي، هذا الحكي كله قديم. فحاليا قاعدين بنواجه مشاكل بالسيارات الخصوص اللي بتصفون ما بنزلوا يصفوا بالمواقف اللي حددتها البلديه، فهذا اللي بيسوي الازمه عندنا. يعني المطلوب مواقف للتاكسيات، مواقف للتاكسيات يعني قانونيه، لانه اصلا جوا البلد ما بنقدر نصف بسبب ازمه وارباك، وعند المركز الثقافي برضه امام المسجد كانت المفروض انها مواقف للتاكسيات، فصارت سيارات الخصوص تصف فيها وما في مجال لاي سياره عموميه. احنا بنطالب في مواقف للسيارات، مواقف التاكسي، حتى مكاتب التاكسي نفس باب المكتب ما في له موقف نهائيا. في عندنا كمان برضو ازمه هون على الاشاره، في من الجزيره هاي بيقدروا ما يقصوا منها، بحيث انه السيارات العمومي اللي تقدر تصف باريحيه، لانه في ضغط علينا من هون، يعني ما باللوم تبع التاكسي العمومي اذا وقف من الزواج، ما باللوم تبع الباص اذا وقف بده ينزل بنص الشارع من كثافه السيارات هاي. في مشكله يعني بتعمل ازمه كبيره التكاسي. مزبوط، يعني بتطالب بمواقف للتاكسيات، مواقف للتاكسيات والسيارات الخصوص اللي هي اصحاب المحلات اللي عاملين ازمه داخل البلد. السياره بتلاقي الوقوف لمده نصف ساعه، بيوقف من الساعه 7 الصبح للساعه 10 المساء. اعزائي مشاهدي قناه الحقيقه الدوليه، كنا على مدخل مدينه السلط حيث الازمه المروريه التي يعاني منها هذا المدخل نتيجه لاكتظاظه بالسيارات العموميه والخاصه، واستمعنا الى مطالب سائقي التكاسي والحافلات العموميه بايجاد مواقف خاصة لهم للحد من هذه المشكلة التي تعاني منها المدينة. معاذ عصفور، قناة الحقيقة الدولية، مدينة السلط.